النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية كنتيجة لاندفاع لكتلة نسبيا لمنطقة بلاد الشام وأيضا المملكة. الأيام القليلة القادمة يتوقع أيضا أن تستمر هذه الأجواء الحارة نسبيا في عموم مناطق المملكة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة وبلاد الشام والعراق والمملكة العربية السعودية وشرق البحر الأبيض المتوسط ومصر أيضا من الغيوم كنتيجة لاشتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العالية. يعمل هذا المرتفع على غياب السحب وأيضا على ارتفاع في درجات الحرارة. نتحدث أكثر حول درجات الحرارة ونستعرض وإياكم هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة. اعتبارا من نهار اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء يوم الأحد ارتفعت درجات الحرارة كنتيجة لاقتراب هذه الكتلة الهوائية الحارة النسبية من الجزيرة العربية باتجاه منطقة بلاد الشام. يوم الاثنين المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. طقس حار نسبيا في المرتفعات الجبلية، يكون حار إلى شديد الحرارة في المناطق المنخفضة تحديدا منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا منطقة العقبة. يوم الأربعاء أيضا تستمر درجات الحرارة مرتفعة، طقس حار نسبيا في المناطق المرتفعة، حار إلى شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة: طقس صافي مع 23 درجة مئوية، ارتفاع واضح على درجات الحرارة خلال ساعات الليل مقارنة بالليالي الماضية المحسوسة أيضا 23، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة: استمرار الأجواء الحارة نسبيا خلال الثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين طقس صافي 33 إلى 23، نفس الأجواء والحرارات يوم الثلاثاء. ويوم الأربعاء المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة 34 إلى 23 درجة مئوية. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة ليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية: المفرق طقس حار 36 إلى 23، إربد 34 إلى 23، جرج 35 إلى 25، وعجلون 32 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الوسطى: الزرقاء طقس حار 36 إلى 25، البلقاء طقس مشمس 33 إلى 24، عمان 33 إلى 23، مأدبة 34 إلى 23، والبحر الميت طقس شديد الحرارة، الحرارة تقارب 40 درجة مئوية، أما الصغرى 31 درجة مئوية. نذهب جنوبا نحو العقبة والأجواء الحارة أو شديدة الحرارة 42 إلى 31 درجة مئوية، معان 36 إلى 23، الشبك 30 إلى 20، الطفيلة 32 إلى 22، والكرك أيضا طقس صافي مع 33 إلى 22 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية: الأزرق 40 إلى 24، الصفاوي 39 إلى 23، ورويشد 41 إلى 25 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.